على صفيح ساخن. وخلينا نبقى بنتكلم مع بعض بمنتهى الصراحة وبمنتهى الدقة وبمواجهة شديدة جدا للمشكلتين على الأرض. ليه؟ عايز بس أقول في الأول إنه لا سد النهضة ومشكلته وأزمته ولا كورونا ومشكلتها وأزمتها مشكلة الحكومة فقط. يعني إنه إحنا نبقى قاعدين في بيوتنا أو في برامجنا أو في القهاوينا أو في يعني أي مكان إحنا قاعدين فيه وبنتعامل إنه إحنا منتظرين ما تسفر عنه الأحداث. لينا دور؟ آه لينا دور. وهقول إحنا لينا دور إزاي. ثوابت الدولة المصرية في مسألة سد النهضة، الأول عشان تبقوا عارفين إحنا بنتكلم على إيه أو متابعين يعني التفاصيل. يوم 27 و28 فبراير اللي فاتوا، يوم الجمعة ويوم الخميس اللي فاتوا، كان مفروض في اجتماع ثلاثي في واشنطن تحضره مصر وأثيوبيا والسودان عشان يوقعوا على الاتفاق اللي توصلوا إليه بعد مفاوضات استمرت 4 شهور برعاية أمريكية، وكان موجود البنك الدولي. بقى انتوا عارفين لفترة طويلة جدا كانت أثيوبيا عندها أخذ ورد، فمصر قالت طبقا للاتفاق الإطاري اللي احنا وقعناه في مارس 2015 لما الأمور تتعقد يبقى في طرف دولي. فروحنا للطرف الدولي الأمريكان اللي هم دخلوا طرف في التفاوض كشهود عليه ومراقبين له وضامنين لهذا التفاوض. 4 شهور وصلنا إلى إنه المرحلة الأخيرة اللي هي يوم الخميس والجمعة هنقعد نعمل فيه لقاءات ثنائية هتحصل، وبعدين مصر تقعد توقع وتوقع السودان وتوقع أثيوبيا. يوم الأربع قالت أثيوبيا أنا مش رايحة. ليه يا جماعة؟ قالك والله إحنا عايزين مزيد من التشاور الداخلي، وإحنا عندنا أمور يعني داخلية محتاجين يعني ننتبه ليها اكتر، وتحديدا الانتخابات الداخليه في اثيوبيا، البرلمان والرئاسه وما الى ذلك. حلو قوي. رغم انه موقف اثيوبيا لم يكن جيدا في عدم حضورها لهذه الجوله من المفاوضات النهائيه، لكن مصر كان عندها ثوابت اساسيه، وانا بقول لحضراتكم هذا الكلام من قلب مساحه صناعه القرار في مصر. يعني مش بنقول معلومات للتحليل، لا، دوائر قريبة جدا من صناعة القرار في مصر بتؤكد انه موقفنا رغم عدم مشاركة اثيوبيا في الجولة الاخيرة دي موقفنا ثابت. اللي هو ايه موقفنا ثابت؟ انه مصر عقيدتها انها لن تأخذ اي خطوة تضر بمصالح اي دولة افريقية، وانه التفاوض والتباحث والحوار بيقوم في الاساس عشان كل الدول تحقق مصالحها دون الاضرار بمصالح اي طرف. يعني اذا كان مصر من حقها ان تحافظ على امنها المائي، فمن حق اثيوبيا ان هي تعمل تنمية، واذا كان من حق اثيوبيا ان هي تعمل تنمية فمن حقي ان انا احافظ على امني المائي بنفس الدرجة. يعني ما تجيش اثيوبيا تقول لك والله دي مصلحتي وانا مش هشتغل الا على هذا الاساس والناس تخبط دماغها في الحيطه. لا، الاساس المصري يؤكد ان كل الاطراف تحقق مصالحها. طيب، كان لحد ساعات قليله الكلام على انه الطرف الامريكي، الامريكان اتكلموا مع الاثيوبيين وقالوا لهم طيب انتم محتاجين وقت لمزيد من التشاور الداخلي، معاكم الوقت، لكن هتلتزموا بفكرة الامتناع عن ملء وتشغيل السد لحد ما تفكروا ونيجي نوقع على الاتفاق اللي الامريكان بيعتبروه اتفاق نهائي. ليه نهائي بالنسبة لهم؟ لانه هذا الاتفاق يا جماعة يحقق من وجهة نظر الدول الثلاثة ومن وجهة نظر الامريكان ومن وجهة نظر البنك الدولي يحقق المصالح العامة للدول الثلاثة. محدش جاي على حد، محدش بيجور على حق حد. فطالما انه هذا الاتفاق وصلنا فيه الى هذه المرحله يبقى ده اتفاق نهائي. فالامريكان قالوا للجماعه في اثيوبيا هذا الكلام. مصر من ناحيتها بالها طويل قوي. ليه؟ لانه انا عايز اقول لحضراتكم المعركه السياسيه والدبلوماسيه
التي تخوضها مصر في قضية سد النهضة لا تقل بأي حال من الأحوال عن المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية اللي خاضتها مصر في معركة طابة لما رجعنا طابة. وكثير من تفاصيل هذه المعركة لم تعلن ولم تنشر ولم يتحدث أحد عنها حتى الآن، لكن أعتقد أنه هيجي وقت الناس تقعد عشان تتكلم وتقول إحنا عملنا إيه في هذا الملف. فمن بين طولة البال اللي عند مصر واللي بيحميها مفاوض قوي يقولك والله طيب أثيوبيا عايزة وقت للتشاور الداخلي، عندها شؤون داخلية، إحنا نحترم رغبة أثيوبيا ومش هنتدخل في شؤونها الداخلية. يعني مثلا هي عايزة تعمل الانتخابات بتاعتها في أغسطس اللي جاي، احنا لسه في فبراير، فمش هنيجي نقول لهم لا يا جماعة اعملوا الانتخابات بدري شوية عشان نخلص، او ان احنا نقول لهم طيب ما هو انتوا الوقت مؤسسات منتخبة، لان هو أثيوبيا بترمي الحكاية بعد الانتخابات ليه؟ عشان تقول لك والله اللي هيوقع على الاتفاق ده لازم تبقى مؤسسات منتخبة فاحنا هنستنى بعد الانتخابات. طيب ما هو انت الان مؤسساتك التي تعمل من هنا لحد شهر اغسطس منتخبة، لكن مصر لن تتحدث في ده ولن تضغط بهذه الاوراق، هي سايبة الحكاية عند اللحظة التي توقفت فيها المفاوضات في واشنطن انه يا جماعة ده اتفاق نهائي. طيب وزارة الخارجية والري طلعت من شوية بيان قوي جدا اللي هو ده بيان يمثل وثيقة، وانا عايز اقول يا جماعة خلونا نتعامل بروح انه البلد تخوض معركة مصرية، بس المعركة المصرية اللي مصر بتخوضها فيما يتعلق بسد النهضة دي مش خناقة في حارة، يعني مش خناقة هنخلصها بالشوم، مش خناقة هنخلصها بالصوت العالي وبالشتايم لا خالص. وزارة الخارجية والري قالوا ايه في البيان قدام حضراتكم هتشوفوه. تعرب وزارتها الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الاثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020 والتي تغيبت عنها اثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث أنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن 5 سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية. وتؤكد وزارة الخارجية والموارد المائية والري أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات اثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالاخص احكام اتفاق اعلان المبادئ لعام 2015. من المنطلق ده بتؤكد الخارجية ووزارة الري رفضهما التام لما ورد في البيان الاثيوبي من اشارة الى اعتزام اثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الاعمال الانشائية للسد وليس ارتباطا بالتوصل الى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة له، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015. الاتفاق ده في مادته الخامسة نص على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته اثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الاضرار بدول المصب. طيب يجي البيان بتاع الخارجية والري لما جرى في واشنطن، فبيقول ايه البيان؟ انه بتؤكد الخارجية والري ان الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل اثيوبيا وتضمن مواد واحكام ابدت اتفاقها معه، وان ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الاخير جاء نظرا لغياب اثيوبيا المتعمد ويتسق تماما مع احكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان واثيوبيا على مدار الاشهر الاربعة الماضية. طيب يبقى انت عندك هنا
بيان واضح جدا وقوي جدا من الخارجية ووزارة الري المصرية، لأن هما المعنيتان بهذا الشأن وبإدارته. الناس دول هما اللي كانوا في التفاوض من اللحظة الأولى حتى الآن. مفروض الناس هنا تعمل إيه؟ يعني أنت دلوقتي امبارح الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق وأحد الخبراء في هذا الشأن كان أشار بشكل واضح جدا، وأنا قريت لحضراتكم هذا الكلام امبارح، أشار إلى ما فعلته الدبلوماسية المصرية في معركة سد النهضة. يعني لما قال إنه هذه المفاوضات الأخيرة كان نتاج الجهد الهائل والمهنية العالية لوفد التفاوض المصري، تحية من القلب لهم للجهد الكبير الذي بذلوه، وما زلنا ننتظر منهم لمجهود أكبر في المرحلة الحاسمة القادمة. فهنا كلام من خبير مهم جدا بيقول ان المفاوضات اللي مصر خاضتها مفاوضات احترافية فيها جهد مهني هائل، ولكن المجهود هيكون اكبر في خلال المرحلة الحاسمة القادمة. انت بتتعامل مع دولة وهي اثيوبيا في النهاية بتلجأ الى كثير من الحيل عشان تحقق كل اهدافها مرة واحدة. طيب كل اهدافها مرة واحدة دي هتضر بيك؟ هتضر. هل انت هتسمح بانها تضر بيك؟ انت كدولة الان ما انتش عايز يبقى فيه فوضى، وما انتش عاوز يبقى فيه صدام، مش عاوز يبقى فيه صراع، مش عاوز يبقى فيه حرب. بتستنفذ، وانا بقول لكم الدولة المصرية الان، الدولة المصرية تستنفذ كل الاوراق السياسية والدبلوماسية في معركتها في سد النهضة، بحيث انه لما كل الاوراق السياسية والدبلوماسية وابداء حسن النية والرغبة في العمل المشترك والالتزام باتفاق المبادئ في 2015 والالتزام بالمفاوضات اللي جرت خلال 5 سنوات وانتهت جولتها الاخيرة في واشنطن، الالتزام بكل ده وبيانات بهذا الشكل، البيان ده قوته واهميته انه يثبت موقف فيه موقف مصر في هذه اللحظه. ليه؟ لانه الجماعه بتوع اثيوبيا قال لك عايزين وقت، اتفضلوا. لكن انت عايز وقت عشان تفكر، مش وانت بتفكر تبدا في ملء وتشغيل السد وانت بتفكر. لما هو احنا مختلفين على ايه؟ احنا مختلفين على وضع او الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله بحيث انه لا يضر بمصالح مصر، احنا متفقين على كده. فما ينفعش تقول طب سيبونا افكر شويه وفي نفس الوقت تعمل الشيء اللي احنا مفروض بنتفق على القواعد المنظمه ليه. ولذلك انه على سبيل المثال ان انا اللي انا بحذر منه دوري ودورك ايه؟ انا دوري ودورك لا لينا علاقه بالتفاوض ولا لينا علاقه بالجلسات ولا لينا علاقه بالقرار، احنا شعب. يعني سواء بنكلمكم او حضراتكم قاعدين بتسمعوا احنا شعب. الدور ايه؟ الدور انه المفاوض المصري بيبقى محتاج نوع من الدعم، من الدعم الشعبي لما يقوم به، مش محتاج لنوع من التشكيك. يعني مثلا الاخ ممدوح حمزه، الراجل انا معرفش دلوقتي هو بيشتغل ايه الحقيقه، فيطلع كده يقول لك ايه اللي هو ينظر فيقول لك انه ما كان لمصر ان توقع في عدم توقيع الطرفين الاخرين. يعني صياغته مرتبكه بس مش مشكله. يعني هو بيقول ان مصر ما كانش المفروض توقع الا ما الطرفين الاخرين يوقعوا. قال لك هكذا اعترفنا بالتنازلات التي اعطيناها اثناء المفاوضات، وهذه المره الثالثه لاثيوبيا تظفر بمكاسب قانونيه، للاسف 3-0. هنا ده مثال واحد من اللي انا بشير ليه، انه يا جماعه المفاوض المصري في قضيه سد النهضه الان يحتاج الى الدعم الشعبي والثقه من الناس في ادارته لهذا الملف. ولذلك في نفس التوقيت لما رجعت ليه محمد نصر علام لقيته كاتب من ساعات قليله، قال لك لا لمفاوضات جديده بشان سد النهضه ولا لاي تعديلات للمسوده الامريكيه للاتفاقيه الثلاثيه. وعايز اقول لحضراتكم كمان، ده اخر كلام قال، عايز اقول لحضراتكم كمان، لما بتروح تشوف الصحف الاثيوبيه بتلاقيهم واخدين موقف واضح جدا جدا، بل مش داعم للمفاوض الاثيوبي
ولكن بيزايد على المفاوض الاثيوبي ويحذره من التفريط في اي شيء في حقوق اثيوبي. انا بقول نفس الكلام، انا بتحدث بلسان بعض الناس يا سيدي مش كل الناس، انه ندعم المفاوض المصري في موقفه واقفين معاه وواثقين فيه، لكن نحن ايضا نحذر من الالتفافات اللي بتعملها اثيوبيا. ما هو يا جماعه في النهايه احنا دوله راقيه وكبيره ومهمه ومحترمه ولديها رساله بان كل الدول تعيش في سلام وتقوم بالتنميه، لكن في النهايه ما ينفعش نغفل مصلحه ال 100 مليون اللي موجودين فنلاقي نفسنا قدام كارثه. يعني احنا بقالنا 5 سنين واقفين مع المفاوض المصري، ولا زلنا نقف مع المفاوض المصري لانه لا نملك الا ده، والتجارب السابقة بتقول انه الناس شغالين كويس وبشهادة الخبراء انه الناس شغالين كويس. ايه اللي ممكن يحصل؟ اعتقد انه مصر لديها كثير، لا يزال لديها كثير من الاوراق للعب في هذه المعركة الحساسة جدا. لكن ما اريده، ما ارجوه، ما اتمناه، يعني ما اطالب به اذا كان للناس ان يستجيبوا لده، انه الناس تتوقف بقى، مش هنلاقي بعد شويه كده على التواصل الاجتماعي والناس قاعده تتكلم محولين المساله لسخريه وهزل وقفشات والى اخره. وعلى الذين، على الذين لا يريدون خيرا لهذا النظام، يعني انا خلينا في بعض الناس من المعارضين مش عاوزين يحصل ضرر في البلد عشان ما بقاش برضو بخاصم الواقع. يعني الذين يريدون ضررا واضرارا بهذا النظام يتوقفوا عن الكيد للنظام، لانه قضيه سد النهضه ليست قضيه نظام عبد الفتاح السيسي، قضيه سد النهضه قضيه الدوله المصريه وقضيه الاجيال القادمه. فالناس تتحلى بقدر من المسؤوليه في هذه المعركه اللي يبدو ان احنا كده عندنا فيها كلام كتير لسه.